أعزائي الطلاب والطالبات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بكم في قسم الدروس. درسنا لهذا اليوم يا إخوان هو العناصر بعنوان العناصر والمركبات للصف الأول ثانوي النظام الفصلي مادة الكيمياء الفصل الدراسي الأول، وسيقدمه محدثكم الأستاذ رضوان. لنبدأ يا إخوان على بركة من الله. سنتعلم اليوم بإذن الله تعالى أولا تعريف العناصر وكيف اختلافها عن بعضها البعض، ثانيا تعريف المركبات وكيف تختلف عن بعضها البعض، ثالثا نظرة أولية على الجدول الدوري، ورابعا معرفة طرق فصل المركبات. لنبدأ يا إخوان على بركة من الله. العناصر والمركبات، لدينا سؤال بسيط يا إخوان. يقول السؤال: ما هي المادة المصنوع منها علبة المشروب الغازي؟ لدينا هنا عبارة عن علبة لمشروب غازي، نريد أن نعرف المادة التي صنعت منها هذه العبوة. صنعت يا إخوان من مادة الألمنيوم كما تلاحظون، والألمنيوم يا إخوان هو عبارة عن عنصر من عناصر الكيمياء، عنصر من عناصر الكيمياء. المادة الكيميائية النقية تنقسم إلى قسمان يا إخوان، إلى عناصر ومركبات. المواد الكيميائية النقية تنقسم إلى قسمان، عناصر ومركبات. أولا تعريف المادة الكيميائية النقية: هي مادة ذات تركيب محدد وثابت ونقية من الشوائب. إذا المادة الكيميائية النقية هي عبارة عن مادة كيميائية نقية. تعريف يا إخوان المادة الكيميائية النقية هو عبارة عن مادة ذات تركيب محدد وثابت ونقية من الشوائب، تكون نقية من الشوائب يا إخوان. هذا تعريف المادة الكيميائية النقية. تنقسم لقسمان يا إخوان إلى عناصر ومركبات. عناصر مثل عنصر الكلور، ومركبات مثل مركب الماء يا إخوان، مركب الماء. نأخذ يا إخوان العناصر أولا. العنصر، تعريف العنصر يا إخوان هو عبارة عن مادة كيميائية نقية لا يمكن تجزئتها إلى أجزاء أصغر منها بالطرق الفيزيائية أو الكيميائية. إذا هو عبارة عن مادة كيميائية نقية كما أسلفنا ذلك، لكن هنا العنصر يا إخوان لا يمكن تجزئته إلى أجزاء أصغر منه لا بطرق فيزيائية أو كيميائية. من الأمثلة على العناصر يا إخوان مثل عنصر الكالسيوم أو عنصر الصوديوم أو عنصر الحديد، هذه أمثلة العناصر الكيميائية. إذا العنصر هو عبارة عن مادة كيميائية نقية لا يمكن تجزئته يا إخوان إلى أجزاء أصغر منه لا بطرق فيزيائية أو كيميائية. لدينا هنا سؤال يا إخوان: هل جميع العناصر توجد في الطبيعة؟ هل جميع العناصر توجد في الطبيعة يا إخوان؟ بالطبع يا إخوان، هناك عناصر توجد في الطبيعة وأخرى يتم إيجادها إذا لدينا يا إخوان تقريبا 92 عنصر توجد في الطبيعة. والبقية يتم تحضيرها في المختبر، لكل عنصر يا إخوان اسم ورمز يميزه خاص به. يتكون بعض العناصر تتكون يا إخوان من حرف واحد، والآخر يتكون من حرفان، ونوع آخر يا إخوان يتكون من ثلاثة أحرف. ويكون الحرف الأول في كتابة الاسم يا إخوان يكون الحرف كبير، يستخدم الحروف الإنجليزية في كتابة الأسماء. يكون الحرف الأول كابيتال يا إخوان، يليه الحرف الثاني سمول في تسمية العناصر يا إخوان. أمثلة العناصر الكيميائية، لدينا هنا عنصر الهيليوم. نلاحظ يا إخوان لدينا عنصر مكون من حرفان، الحرف الأول كابيتال يليه الحرف الثاني سمول هيليوم. ثاني العنصر الآخر هو عبارة عن نحاس كما تلاحظون، هو عبارة عن حرفان يا إخوان، الحرف الأول هو عبارة عن كابيتال، الحرف الذي يليه سمول. العنصر الثالث وهو عنصر الصوديوم كذلك مكون من حرفان يا إخوان، الحرف الأول كابيتال يليه الحرف الثاني سمول. إذا هذه هنا لدينا أمثلة يا إخوان للعناصر الكيميائية، طيب إخوان، الجدول الدوري، ما هو الجدول الدوري ومما يتكون؟ الجدول الدوري يا إخوان يحتوي الجدول الدوري على العناصر الكيميائية المكتشفة حتى يومنا هذا. إذا هو عبارة عن جدول كما تلاحظون يحتوي على ماذا؟ يحتوي على العناصر الكيميائية التي تم اكتشافها، يحتوي على العناصر الكيميائية التي تم اكتشافها يا إخوان. يتكون الجدول الدوري من مجموعات يا إخوان، من مجموعة من المربعات، كل مربع يحتوي على التالي. إذا نلاحظ يا إخوان هو عبارة عن مربعات كما لاحظنا في الصورة السابقة، كل مربع يحتوي على التالي يا إخوان: يحتوي على اسم العنصر، ويحتوي على العدد الذري، ويحتوي على رمز العنصر، ويحتوي على الكتلة الذرية للعنصر، وأيضا يحوي على الحالة الفيزيائية للعنصر. إذا لدينا هنا سؤال: هل كل العناصر الموجودة في الجدول الدوري توجد في الطبيعة؟
سبق وأن سألنا يا إخوان، هل هناك عناصر توجد في الطبيعة وعناصر يتم تحضيرها؟ نعم، وقلنا يا إخوان لدينا تقريبا 92 عنصر موجودة في الطبيعة، وبقية العناصر يتم تحضيرها في المؤتمر. إذن العناصر الموجودة في الجدول الدوري، هنالك ما هي موجودة في الطبيعة، وهنالك عناصر يتم تحضيرها، وهنالك عناصر أيضا يتم تحضيرها في المختبر. العالم مندليف أو ديمتري مندليف يا إخوان، قام هذا العالم ديمتري مندليف بجمع يا إخوان 63 بطاقة بعدد العناصر المعروفة في تلك الفترة، ورتبها حسب أوزانها الذرية، بحيث كون يا إخوان جدولا هو عبارة عن أعمدة وسماها مجموعات وصفوف، وهي عبارة عن دورات. إذن أول من قام بإيجاد الجدول الدوري هو العالم الروسي ديمتري مندليف يا إخوان، جمع 63 عنصر وقام يا إخوان بتوزيعها في جدول، وصنفها إلى مجموعات ودورات حسب أوزانها الذرية، رتب العناصر يا إخوان حسب أوزانها الذرية. هذا هو جدول العالم ديمتري مندليف يا إخوان الذي حوى 63 عنصر. أما الجدول الدوري الحديث يا إخوان فهو عبارة عن مجموعات تتواجد فيها العناصر ذات الصفات المتشابهة، ودورات تتواجد فيها العناصر مرتب بحيث تتدرج في خواصها. إذن الصفوف الأفقية التي تكون بهذا الشكل يا إخوان هي عبارة عن دورات، أما الأعمدة الرأسية فهي عبارة عن مجموعات، يا إخوان. لدينا سؤال يقول السؤال: لماذا سمي الجدول الدوري بهذا الاسم؟ ما هو السبب تسمية الجدول الدوري بهذا الاسم؟ الجواب يا إخوان لأن خواص العناصر المتشابهة تتكرر دوريا، لذلك أطلق عليه الجدول الدوري، معلومات لدينا هنا معلومات من الجدول الدوري. الرصاص، عنصر الرصاص يا إخوان يعتبر من أثقل العناصر الموجودة في الجدول الدوري، وعنصر الكربون يعتبر هو العنصر الأساسي في تركيب الفحم والألماس، وعنصر الزئبق يا إخوان يعتبر هو العنصر الوحيد الذي يحمل صفات المعدن والسائل، ننتقل إلى القسم الآخر من المواد الكيميائية النقية، وهو عبارة عن المركبات. المركب يا إخوان تعريفه هو عبارة عن مادة تتكون من عنصرين مختلفين أو أكثر متحدين كيميائيا. إذا الشرط يا إخوان هنا في المركب أن يكون بين هذين العنصرين أو المادتين يا إخوان اتحاد كيميائي. في المركب لابد أن يكون هناك اتحاد كيميائي، كما في المثال الذي أمامنا هنا يا إخوان، الصورة التي تظهر أمامنا. لدينا عنصر الهيدروجين يتفاعل مع عنصر الأكسجين يا إخوان ليكون لدينا مركب مشهور جدا، وهو مركب الماء. إذن المركب هو عبارة عن اتحاد عنصرين مختلفين أو أكثر اتحادا كيميائيا. فصل المركبات، نأخذ في المثال يا إخوان لفصل مركبات الماء تركيب جزيء الماء. جزيء الماء يا إخوان كما تلاحظون هو عبارة عن ذرة أكسجين باللون الأحمر، ومرتبطة بهما ذرتا أكسجين باللون الأزرق. هذا جزيء أكسجين، إذن هذه هنا عبارة عن جزيء أكسجين يا إخوان. إذن هنا لدينا الماء، جزيئات الماء يا إخوان، هذه عبارة عن جزيئات الماء. كيف يتم فصلها؟ كيف يتم فصل مكونات جزيء الماء عن بعضها البعض؟ إذا الماء عبارة عن مركب، كيف يتم فصل هذا المركب؟ إذا ليتم فصل المركب يا إخوان يتحلل الماء إلى مكونات. ما هي مكونات الماء؟ هي عبارة عن إخوان الأكسجين والهيدروجين، عن طريق عملية تسمى هي عملية التحليل الكهربي. عبارة يا إخوان عن جهاز يسمى جهاز عالي هوفمان، يوصل بتيار كهربائي. عند مرور التيار الكهربائي داخل الأنبوب يا إخوان الذي يحتوي على الماء، فإننا نحصل يا إخوان على غاز الهيدروجين في هذا العمود، وهنا في العمود الآخر نحصل على غاز الأكسجين. إذن استطعنا من خلال عملية التحليل الكهربائي بواسطة جهاز هوفمان تحليل مركب الماء إلى مكوناته التي هي عبارة عن غاز الهيدروجين وغاز الأكسجين. لاحظ هنا يا إخوان أن عند عملية التحليل كمية غاز الهيدروجين الناتجة هي أكبر يا إخوان من غاز الأكسجين الناتج،
والسبب يعود لأن يا إخوان مركب الماء يتكون من ذرتي هيدروجين، لذلك كمية غاز الهيدروجين الناتجة عن عملية التحليل تكون أكبر من غاز الأكسجين. لماذا؟ لأن مركب الماء هو عبارة عن H2O، إذا ذرتا هيدروجين مقابل ذرة أكسجين واحدة، إذا كمية غاز الهيدروجين الناتجة تكون يا إخوان أكبر في عملية التحليل الكهربي. إذا فصل المركبات كم بهذا الشكل يا إخوان، هذا عبارة عن مركب الماء H2O، عملية تحليل كهربائي بواسطة جهاز هوفمان، يكون لدينا غاز الأكسجين وغاز الهيدروجين وغاز الهيدروجين. وصلنا إلى التقويم، نريد يا إخوان أن نكتب رموز العناصر التالية باستخدام الجدول الدوري، باستخدام الجدول الدوري. إذا بالرجوع إلى الجدول الدوري داخل الكتاب نستطيع يا إخوان كتابة رموز هذه العناصر. إذا إخوان لدينا العنصر الأول هو عبارة عن عنصر الصوديوم. بالرجوع للجدول الدوري نريد أن نكتب يا إخوان رمز عنصر الصوديوم. عنصر الصوديوم يا إخوان هو عبارة عن اسم عنصر مكون من حرفان يا إخوان، الحرف الأول يكون كابيتال يليه الحرف الآخر سمول. إذا هذا هو رمز عنصر الصوديوم يا إخوان. بالرجوع للجدول الدوري نستطيع إيجاد رموز رمز أو رموز هذه العناصر. العنصر الآخر هو عبارة يا إخوان عن ليد هو عبارة عن رصاص، رمزه يا إخوان أيضا هذا العنصر مكون من حرفان، الحرف الأول يكون كابيتال يا إخوان والحرف الآخر يكون سمول. إذا بي بي هو رمز عنصر الرصاص. العنصر الثالث هو جولد وهو عبارة عن الذهب يا إخوان، كذلك عنصر الذهب يا إخوان هو عنصر مكون من حرفان، اسم العنصر هو عبارة عن حرفان، الحرف الأول A كابيتال إليه الحرف الآخر هو سمول يا إخوان، AU هو رمز الذهب. كالسيوم، كالسيوم يا إخوان هو عبارة عن عنصر أيضا من حرفان، الحرف الأول كابيتال C يليه الحرف الثاني سمول يا إخوان. العنصر الثالث هو عبارة عن بروتين أو عنصر الكلور يا إخوان، هذا العنصر هو عبارة عن حرف واحد إخوان، رمز العنصر حرف واحد فقط وهو الإف، يكون حرف واحد كابيتال يا إخوان. لاحظ هنا الإف هو رمز عنصر الكلور يا إخوان وهو حرف واحد فقط على خلاف الكالسيوم والذهب والرصاص والصوديوم. العنصر الآخر يا إخوان هو عبارة عن عنصر الكوبر أو النحاس، عبارة عن عنصر بحرفان، الحرف الأول كابيتال والحرف الآخر سمول، Cu هو عنصر النحاس. العنصر الذي يليه يا إخوان هو عنصر آيرون أو الحديد، رمز الحديد هو Fe، الحرف الأول كابيتال أيضا والحرف الآخر سمول، من حرفان، مكون من حرفان. العنصر الآخر هو عبارة عن عنصر المغنيسيوم يا إخوان، عنصر المغنيسيوم كذلك هو مكون من حرفان يا إخوان، الحرف الأول M يليه الحرف الآخر سمول هو Mg يا إخوان، عنصر المغنيسيوم. العنصر الآخر يا إخوان هو عنصر الكلور، رمزه Cl، هو أيضا من حرفان. العنصر الأخير وهو عبارة عن عنصر الكربون هو عبارة عن حرف واحد يا إخوان، رمزه C. واضح؟ إذا نستطيع كتابة رموز هذه العناصر بالرجوع إلى الجدول الدوري، بالرجوع إلى الجدول الدوري يا إخوان، بالرجوع إلى الجدول الدوري. كذلك لدينا هنا بعض العناصر التي تكتب في حالة أحادية الذرة، أحادية الحرف آسف، وبعض العناصر تكتب في حالة ثنائية الحرف كما وضحنا ذلك يا إخوان. تقويم آخر، تقويم رقم 2، السؤال يقول كم عدد العناصر والذرات في كل مركب من النيل؟ إذا لدينا هنا مركب الأول هو عبارة عن كلوريد الهيدروجين، كلوريد الهيدروجين رمزه يا إخوان HCl. نريد أن نعرف عدد العناصر في هذا المركب وعدد الذرات أيضا في هذا المركب. إذا كما تلاحظ أن العناصر الداخلة في تكوين هذا المركب هي كلها من الكلور والهيدروجين، الكلور والهيدروجين، واضح؟ إذا لدينا عنصرين في هذا المركب، إذا لدينا عنصرين في هذا المركب يا إخوان، هي كلها من الكلور والهيدروجين،
وعدد الذرات أيضا هي هنا هذا الرسم يا إخوان يوضح ارتباط عدد الذرات. واضح؟ إذا هي ذرتان، هذه هنا ذرة واحدة وهذه هنا ذرتان، هنا ذرة الكلور وهنا ذرة الهيدروجين، إذا هي ذرتان. إذا أيضا عدد الذرات في هذا المركب هي 2. ننتقل إلى المركب الثاني، هو عبارة عن الميثان CH4. السؤال الأول يريد أن يعرف عدد العناصر الداخلة في تكوين هذا المركب. كما تلاحظون يا إخوان أنه عبارة عن عنصر كربون رمزه C وعنصر الهيدروجين رمزه H. إذا العناصر الداخلة في تكوين هذا المركب هما عنصران يا إخوان، هما عنصران، هو كل من الكربون والهيدروجين. طيب عدد الذرات، الرسم هذا يوضح كيفية ارتباط الذرات مع بعضها البعض في هذا المركب يا إخوان. لاحظ هنا الدوائر التي هي باللون الأحمر هي عبارة عن هيدروجين. إذا لدينا يا إخوان في هذا المركب 4 هيدروجينات مرتبطة بماذا؟ مرتبطة بذرة في الوسط هي عبارة عن ذرة الكلور. إذا لو جمعنا عدد الذرات الداخلة في تكوين هذا المركب نجدها يا إخوان 5 ذرات. 5 ذرات داخلة في تكوين هذا المركب. المركب الأخير يا إخوان هو عبارة عن ثاني أكسيد الكربون، رمزه CO2. العناصر الداخلة في تكوين هذا المركب يا إخوان هما عنصران، هما كل من الكربون والأكسجين، عنصران فقط. إذا عدد العناصر الداخلة في تكوين هذا المركب هي 2، وعدد الذرات كما في الشكل التالي يوضح عدد الذرات، هذه هنا ذرة كربون، وهنا ذرة أكسجين، وهنا أيضا ذرة أكسجين. إذا مجموع الذرات يا إخوان في هذا المركب 1، 2، 3 هي 3 ذرات يا إخوان، 3 ذرات. واضح؟ إذا استطعنا يا إخوان إيجاد عدد العناصر وعدد الذرات في كل مركب من المركبات التي وضحناها. طيب يا إخوان وصلنا إلى خلاصة الدرس، تعلمنا اليوم يا إخوان أخذنا العناصر، وضحنا يا إخوان أن بعض العناصر توجد في الطبيعة والآخر يتم تحضيرها في المختبر. أخذنا بعد ذلك الجدول الدوري وأخذنا التطور الحديث الذي وصل له الجدول الدوري. بعد ذلك يا إخوان أخذنا المركبات وطرق فصل المركبات وصلنا إلى نهاية درسنا بهذا اليوم. أتمنى لكم التوفيق والسداد ونراكم في دروس قادمة بإذن الله تعالى. في أمان الله.